نرجع تاني في فقرة التحدي برعاية باتيكا جل. والسؤال الأول قول يا عم، ربنا يكرمك وتكسب بقى جل وتظبط شعرك. قول يا نجم، مين الفريق صاحب أسوأ دفاع في الدوري الإنجليزي حتى الآن؟ اختيارات؟ ها؟ اختيارات؟ لا ممكن أديك حاجة، هو دخل فيه 26 جول لحد الوقت. أيوة يعني ما اختيارات. شيفيلد؟ لا. ويست بروم؟ طيب كم مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة 13 للدوري الإنجليزي؟ الجولة اللي احنا فيها دي؟ 13 1-1 مفيش حد 1-1 في حاجة 1-1؟ مفيش. ويست هام وكريستال بالاس، مانشستر سيتي و أيوة صح، ماتشين أرسنال. في مباراة مصر والجزائر انتهت 5-2 في تصفيات كأس العالم 2002، لعب حازم إمام أساسي وتم استبداله في الشوط الثاني، مين شارك بداله؟ تمام عبد الحميد ورحمة أبويا. لو أنت قلت القصة غلط يبقى انت اصلا ضايع، احنا جبناك اصلا في البرنامج غلط. استنى 5-2 انا طلع اخدها بس حرب الماتش ده يا ابني، هو كل اللي لعبتهم 3 4 ماتشات هتقعد تفتكر لي ساعه. انا لعبت راس حرب الماتش ده. انا بقول لك لعبت ايه. أيوة انا بقول لك انا لعبت، انت مش فاكر لحظه كده وانت طالع سلمت على مين؟ لعبت انا وميدو راسين حربه، ميدو طلع بين الشوطين وانا طلعت الشوط الثاني وهي 5 تهيألي. وليد صلاح على لطيف صح؟ تامر عبد الحميد. انا قلت تامر عبد الحميد، حسستني ان انا قلت غلط. لا اصل دي حاجه مش، انا قلت تامر عبد الحميد في الاول. انا كنت بختبرك بس انت لازم تقول لي ايه. تامر عبد الحميد نزل. ايوه هقول لك انا تامر عبد الحميد، يعني انت تقول لي كنت في مدرستي. وليد صلاح افكر ساعه، وليد صلاح عاوز ينزل مكان ميدو وتامر نزل مكاني. وتامر اتعور اول ما نزل في انكر رجله حد دخل فيه. طب مين بطل دوري ابطال اوروبا 2004؟ 2004 2004 برشلونه بورتو. دي بتاعت مورينيو صح؟ بتاعت مورينيو. مين بطل كاس العالم 1954؟ يا عم بقى الحاجات الغريبه دي. 54 بتكلم مع فاروق. 54 برازيل؟ ايوه يعني لا دي اول مره في ثقه. انا بخاف منك اصل ايوه وبنت ولا حاجه تانية. انا عايز اسالك سؤال، ورحمه ابوك يا شيخ. انا ماليش في التواريخ، انا ماليش معلومات خالص. انت بتقول كده يعني بتعتمد انت ايه؟ أيوة. لابس جيليه حلو فبتقول كده برازيل.